الوطن العربي ليك. لا انا عايزه اوقف بقى هنا. الوطن العربي بس ومحافظات مصر بس. ده احنا الاسبوع اللي فات كان معانا يعني بنت اسمها ياسمين بتورينا ايه العطور البديله والورد اسمه ايه وبتاع، واحنا على الهوا. بس انا للاسف ما بدخلش التليفون بتاعي جوه، لقيت رساله جايه لي. انا بقيت اقول شكل الورده ايه اللي انتي بتستعمليها وانا مش عارفاها. لقيت جايه لي رساله من الولايات المتحده الامريكيه، من امريكا، متصوره الورده دي ومبعوتها لي. بقيت زعلانه جدا ان انا ما فتحتهاش والموبايل بتاعي مش معايا على الهوا، عشان كنت اقول للناس هي دي الورده اللي بتطلع طبيعي في مصر واحنا بناخدها، بتطلع عشوائي كده اهو واحنا بناخدها ونرميها، وبتستغل استغلال رائع في الاروما ثيرابي اللي كانت بتكلمنا عنها ياسمين. فاحنا تحيه لكل اللي بيشاهدونا في محافظات مصر، في الوطن العربي، في العالم كله. تحيه لجي ام سي الحقيقه، يعني عايز طبعا اشكر العاملين كلهم اللي في جي ام سي اللي بيوفروا لنا هذه الجماهيريه في اي مكان من العالم. ليكم مننا كل الامنيات الطيبه، ويا رب تقضوا معانا حلقه جديده ومفيده جدا المره دي، مفيده جدا 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 عشان الايام اللي جايه. ايوه مساء الفل يا سالي. مساء الفل على حضرتك يا استاذه سونسون، ومساء الخير على كل مشاهدين سفير عزيزه ومشاهدين دي ام سي. والنهارده ان شاء الله حلقه السبت من بيتنا وبيتكم، بيت السفير عزيزه. يا رب فقراتنا تعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله احنا حلقتنا هنبتديها بفنان ما اختلفش عليه اتنين، صاحب مسيرة مهمة جدا 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 رغم ان عمره كان قصير في الفن. هو مكتشف نجوم، وهو نجم مسرح وكوميديان نمبر ون، ده اللي نمبر ون. بنتكلم عن الفنان القدير نجيب الريحاني اللي قدم لنا العديد من الأعمال الفنية، واللي هتفضل دايما علامة في تاريخ السينما المصرية والمسرح المصري. عارفة يا سالي، يعني أولا هقول لك حاجة. مثلا في كان قضية ريا وسكينة في مصر، في اسكندرية، والكلام ده كان سنة 22 1922، فترة قصيرة جدا 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 بعد القضية بتاعتهم وإعدامهم كمان عمل مسرحية عليها. استني عايزة أقول لك بقى حاجة. نجيب الريحاني يا سالي عمره ما كان عنده أنانية الفنان العظيم الكبير اللي مكسر الدنيا. كان بيطلع على المسرح وحواليه على الأقل 8 أو 10 ممثلين كلهم نجوم، وكان ده بيحس إنه بيضيف ليه، مش زي دلوقتي انا والشوت ده خدته ويت كلوز اب اللي جنبي ليه وانا ما فيش نوروني وضلموا اللي جنبي. يعني الحقيقه دي من الحاجات المهمه جدا 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 اللي كانت يعني بالنسبه لنجيب الريحاني زي الشمس، يطلع زي الشمس وينور النجوم كلهم اللي حواليه. ده الفن الحقيقي طبعا، ده الإخلاص للفن، ده حب الجماهير، إنه أنا مش أنا بس، ده أنا كل اللي حواليا بيسببوا للجماهير البهجة والنجاح والتألق. ياه ماري منيب، ميمي شكيب، سراج منير، مش عارفة حسن فايق، ما فيش يعني كل الأسماء، ميمي وزوزو وكله كلهم نجوم حواليه. نجيب الريحاني مع الكاتب الكبير بديع خيري، يعني كانوا الاثنين أصدقاء
جدا جدا جدا. يعني عايزه اكلمكم شويه او احكي لك انت يا سالي طبعا ما لحقتيش نجيب الرحيل افلام بس افلام احنا بقى شفنا كل حاجه. يعني انه الصداقه اللي بينه وبين الكاتب العظيم بديع خيري مش يعني مهما قلنا في حقها مش هنعرف نعبر عنها. 30 سنه ويعني وهم الاثنين بيشتغلوا سوا بينجحوا سوا وبيتالقوا سوا. يعني يعني نسمع كلام الريحاني عن الصداقه دي. قال عن بديع خيري: رايت اذا افترقنا حل البؤس والشقاء بكلانا، واذا اجتمعنا كان الخير في ركابنا وضحكه الدنيا لنا. شوفي شوفي الجمال. اقول لك بقى الفرق بين الزمن الجميل اللي حتى قبل زمني يعني ده قبل حضرتك بكتير معلش بس برضو يعني لحقته. شوفي الفرق بين يقول لك النهارده اتنين ينجحوا مخرج وممثل مثلا ما فيش تنافس بينهم، الجزء الثاني تقوم حريقه بينهم بقى مين انا المخرج انا المؤلف انا اللي عملتك انت اللي عملتني. الحياه حلوه والحياه ما تستحملش، والنجاح بيعم على الجميع الجميع. اي عمل ناجح ما بيبقاش سالي بس هي اللي نجحته، يمكن وجودي جنبها ينجح شويه. لو انا موجوده مش مثلا جيسي ولا شاري ولا يعني ولا نهى هم لا. حلو حلو المشاركه في النجاح، النجاح المشترك طعمه اجمل 10,000 مره من النجاح الفردي. ايه رايك؟ لا طبعا صح ولا أيوة. لا طعمه زي ما حياتك بتقولي حتى في الاكل الاكل ممكن يبقى تحفه ومتكلف من غير نقطه الملح اللي بنحطها مش هنحس بطعمه. لا يعني وغير ممكن ولما تاكليه بقى مع حد بيبقى احلى وبيفتح نفسك على الاكل. اي ممكن حاجاتها بسيطه جدا في الحياه هي اللي تطلع وتظهر الحاجه. فنفس الكلام في الشغل طبعا. لا زمن جميل وناس جميله طبعا كان في حاجات وحشه برضو لكن برضو الغالبيه العظمى كان جميل. زمن كانت روقان برضو والعدد كان اقل والدنيا كانت احلى. الريحاني تعرفي عنه حاجه؟ الريحاني انا عارفه عنه اللي هو اتفرجت على الفيلم بتاع ليلى مراد ولما كان مع اللي هو كان البيت انتوا مش الجنايني إيه؟ المشهد بتاع ده في غزل البنات. غزل البنات. بصي الريحاني عشق الفن ويعني الجمهور علشان حبه للفن عشقه الريحاني لدرجه انه الاطباء يعني لما عي قوي في نهايه يعني في نهايه حياته قالوا له اعتزل بقى انت لازم ترتاح. رفض وقال يعني احسن لي اني اقضي يعني او اتوفى وانا فوق خشبه المسرح من اني اموت في فراشي. سواني شفتي الاحساس بيه قد ايه. يعني ده راجل احب الفن وعشقه ولحد انه كان بيحاول ان هو يجازف حتى بصحته. ورحل بعد اخر افلام اللي كان غزل البنات وكان حتى في جزئيه ما كملتش زي ما انور وجدي قال بعد كده اللي كان مخرج هذا الفيلم. ويعني وكمان بفتكر انه معلش بقى انا كبيره بقى ويا دوبك عليا يعني لا انتو لا بعيد شويه دول كبار عليكي شويتين كبار عليكي معلش كتير بس لا مش شويه كتير. يعني في احد اللقاءات التلفزيونيه النادرة للموسيقار محمد عبد الوهاب قال انه في وقت تصوير مشهد يعني انه ليلى مراد بتفترق عن الريحاني في اخر مشهد في الفيلم اللي هم هو قاعد ورا كده وانور وجدي قدام وبيدعاكس ليلى مراد جنبه. يعني المخرج هو انور وجدي قال له يعني انا عايزك تحط قطره، بيحطوا قطره كده فالدموع تنزل يا سالي. فقال له هحط قطره في عينيك علشان يعيط يعني. الريحاني قال له لا. قال لهم سيبوني بقى، ده عبد الوهاب اللي بيحكي. قال لهم سيبوني خلوني اقعد في اوضتي شويه. عايزه ابقى لوحدي. بعدها خرج من الاوضه غرقان في الدموع. انور وجدي المخرج ساله قال له ازاي عملت كده؟
عارفة رد عليه وقال له إيه؟ قال له تذكرت أخويا اللي خرج في يوم وما رجعش تاني. يا حبيبي بصي الكلام عن الريحاني كتير طبعا. وكل كل 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 أبطال ونجوم الكوميديا في مصر ابتداء يعني من اللي احنا عاشرناهم بقى فؤاد المهندس ومدبولي وعادل إمام واللي بقى كل هذا العالم لما يتكلموا عن الكوميديا لازم يذكروا أبوهم الروحي اللي عمره ما خلف يعني زي ما عرفنا احنا زي ما كنا عارفين انه ما عندوش أولاد وإن كان بيقولوا فيه بنت لكن يعني بنقول إن ما عندوش كان الأولاد إنه هو الأب الروحي للكوميديا المصري بشكل عام. إحنا بقى يعني الحقيقة مواقفه كتير جدا وحكاياته كتيرة قوي ونحتاج لحلقات وحلقات كتيرة علشان نتكلم عن نجيب الريحاني. تسمحيلي كلمة واحدة. عندنا بقى خبر تاني يا زنزو اتفضلي وفني برضو خبر لطيف جدا 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 طبعا موسيقى في كل مكان هو عنوان لمبادرة جميلة جدا جدا كلها بهجة ومزيكا وفرح أوركسترا الأنامل الصغيرة قررت تعزف موسيقى لأشهر الأغاني في الأماكن العامة ووسائل المواصلات المختلفة زي المترو ومن كام يوم شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعزفهم في قطار العاصمة الإدارية خلونا نسمع مع بعض ونرجع نتكلم عنهم أكتر ونتعرف عليهم هنشوف الأنامل الصغيرة ونرجع لكم على طول حلاوتهم بيجننوا كان نفسي اسمع الصوت اعلى شويه عشان الاستوديو هنا حلوين جدا جدا دلوقتي معانا على تليفون المايسترو دكتور راجي المقدم مساء الخير يا فندم اهلا وسهلا يا فندم اهلا بحضرتك عايزين حضرتك تكلمنا عن مبادره موسيقى في كل مكان ازاي بدات هدفها ايه اتحمسوا ليها ان هم ينزلوا يروحوا يعزفوا في كل مكان يعني برضو اوركسترا وكده هتمشوا في الشوارع هتعزفوا ايه الوضع احكي لنا عنها اكتر اولا انا سعيد ان انا مع حضرتك في برنامج جميل زي برنامج السفيره عزيزه ربنا يخليك وبالنسبه لينا احنا جربنا السنه اللي فاتت عندنا في بورسعيد حاجه اسمها فلاش موب ان احنا ننزل نعزف في المسلة عندنا في ميدان الشهداء ده نص تذكاري للجندي المجهول عندنا في بورسعيد عملنا برضه مفاجاه للناس فجاه كده ايه الناس كانت قاعده في المسلة احنا دخلنا نعزف واحد واحد كده لحد ما جمعنا بقيه الاوركسترا كلها موجوده وعزفنا لقينا في استجابه جميله من الناس والناس حابه الكلام ده حابه ان احنا نسعدهم والناس كانت رايحه حديقه تقعد فيها فجاه لقت نفسها في حفله فهنا كانت المفاجاه وكانت الموضوع ده اسعدنا احنا بقى على المستوى الشخصي جدا فاتفقنا بقى الموضوع ده يلف في دماغي فتره كبيره ازاي ان احنا نوصل لحاجه نسعد بيها الناس فقلنا لا خلاص ده احنا هنعمل بقى مبادره موسيقى في كل مكان وبداناها من قطار العاصمه الاداريه الجديده. الله طب انا غنوا الاولاد يعني في المترو مزيكا بيعزفوا مزيكا وبيغنوش؟ بيغنوا ولا لا؟ معانا ناس بتغني زين بيغني وايسل بتغني وجولي بتغني كلهم معانا في من احنا انا عندي العازفين هم اللي بيغنوا. يعني فجأة بتسيب الآلة بتاعتك وتقوم تغني وترجع تاني تعزف وهكذا. أنا هسألك سؤال بره الموضوع خالص ليه علاقة بالجو. هو هيعملوا إيه في الصيف اللي إحنا فيه ده؟
والله اكيد طبعا هتبقى الحاجات بقى في فتره العصر فتره المغرب عشان يبقى فيه طراوه شويه، بس والله احنا السعاده اللي بنشوفها في عيون الناس وكم الطاقه الايجابيه اللي احنا خدناها اللي هم بيقولوا لنا احنا اللي بنديها لهم، لا والله احنا اللي خدنا كم طاقه ايجابيه تخلينا نتحمل اي حاجه في مقابل اسعاد الشعب المصري. هو الواحد بيحس ساعات لما ببقى ماشيه في الشارع ويبقى في فرقه بتعمل مزيكا، بحس ان انا ماشيه في فيلم ودي الموسيقى التصويريه، انه بتدي لك حماسه، بتفرحك، بتغير المود، حتى لو حد متضايق وسمع مزيكا وهو في الشارع موده بيتغير خالص، فانتوا كده بتعملوا حاجه كبيره جدا. بالظبط، وكمان لما تشوفها من 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 اطفال في عمر الظهور، عارفه اللي هو يعني دول النواه الاولى لبنات اي مجتمع. طبعا طبعا، فانت متخيله بقى الناس كلها الطاقه الايجابيه اللي جت لهم من اطفال هي اللي بتحمل اللواء الموسيقى اللي هي العصر الذهبي للموسيقى المصريه. طبعا. اتاسست امتى الفرقه وعدد الاعضاء بتاعتها، اعمارهم قد ايه؟ انا اساسا انا ابني من ابناء الشباب والرياضه. الاوركسترا دي بدات معايا من اول 2010، بس طبعا مش دول. انا عندي زي برضو ماشي بنفس فكره الشباب والرياضه اللي هي من اول طفل من 6 سنين لحد 18 سنه، دول اوركسترا بقى معايا اللي هم الانامل الصغيره. بدات بقى من اول يعني 2010 اجمع المجموعه، بدات اعمل اول جيل، بعد كده بدات ناس تكبر تخرج بره الاوركسترا تخش معايا في اوركسترا تاني، واجيب بعد كده اطفال تانية لحد ما وصلت دلوقتي حاليا الحمد لله معايا الجيل الثالث او داخل كمان فيهم الجيل الرابع. الله. طب بتعملوا حفلات في حاجه، حفلات معينه، اماكن بقى بحق وحقيقي اللي هو الجمهور وكده، ولا معتمدين على موضوع ان احنا بنعمل؟ لا احنا لينا جدول ثابت في حفلات برنامج دور الاوبرا. احنا عندنا حفله ان شاء الله يوم 29/6 الشهر ده في معهد الموسيقى العربيه. الله. طيب احنا بنشكرك جدا جدا جدا، وبنشكرك كمان على المبادره الرائعه اللي حضرتك عاملها اللي بتجيب بهجه للناس كلها. ربنا يجازيك خير ان انت تفرح الناس بجد. بص يا سالي، شكرا للدكتور راجي المقدم. راجي المقدم، بص يا سالي، كنت بتساليه انت في الصيف وفي الحر، حر قوي. اقول لك حاجه، احنا كل سنه لما كنا بنصيف كان وقتها بقى ما فيش بقى الساحل الشرير وساحل الحاجات دي، يعني في اي مكان، في كل مكان في اسكندريه، وانت بتروحي اسكندريه بتلاقي مره او مرتين في الاسبوع في فرقه موسيقيه، بس كانت تبع يعني كانت بتلبس حاجه زي الجيش كده، مش عارفه كانت ايه، يعني مش الجيش لكن حاجه زي الجيش، لبس مخصوص، وفي الميدان في اسكندريه في ميادين، في سبورتنج، سيدي جابر، سيدي بشر، ميامي، كله كان بتيجي فرق موسيقيه من غير احنا ما نعرفها مين دي ولا اي حاجه، وتقعد تعزف ساعتين ثلاثه بعد الظهر للمصطفين اللي موجودين في اسكندريه. شوفي زمان الدنيا كانت حلوه ازاي. بس في اسكندريه كمان فكره حلوه، انه يعني ناحيه الشواطئ الجو بيبقى احلى. طبعا طبعا، ما فيش مشكله، احنا هنطلع فاصل بقى ونرجع تاني إن شاء الله. أيام قليلة ونستقبل أيام حلوة وجميلة، عيد الأضحى المبارك، كل سنة وأنتم طيبين، يا رب تكون أيام العيد كلها لمة عيلة وفرحة وصلة رحم. طبعاً عيد الأضحى يعني أضحية، ربنا يقدر الجميع يا رب على إنهم يقدروا يضحوا. طبعا اكلتنا الاساسيه بتكون الفته والرقاق، بس والمزاليكا على فكره كمان. بس قبل ما نتكلم عن الفته والاكل ووقفه المطبخ، لازم نعرف كويس جدا احنا كستات بيوت نتعامل صح ازاي مع لحمه الاضحيه، لان مش عايزين خساير ولا تهدير ولا حته لحمه واحده. احنا دلوقتي عايزين ايه؟ الدنيا تبقى حلوه، عايزين نستفيد من كل حته لحمه في الاضحيه ونستفيد بيها بالشكل الصح، ونعرف ازاي نقطع كل جزء فيها، وكمان ايه هي الحته المناسبه من الاضحيه لكل صنف اكل. هنشوف ايه الفته وايه مع الرقاق وايه اللي هنفرمه وايه اللي هنحطه في الفرن، كل ده عايزين نعرفه، ومهم جدا لينا الستات البيوت قبل عيد الاضحى. ضيفنا اللي منورنا النهارده، كل سنة على فكرة، تامر طنطاوي خبير اللحوم. كمان النهاردة هنقدم لحضراتكم كذا طريقة لاستغلال كمية اللحمة القليلة بأننا نعمل بيها صنف يكفي الأسرة كلها. طبعا مش هننسى الرقاق اللي بيكون وجبة أساسية في سفرة عيد الأضحى المبارك، واللي هنشوف طريقة عمله في البيت
بطريقة غير مكلفة، وده هنشوفه مع ضيفنا أيضا اللي منور بيت السفيرة عزيزة الشيف محمد عمر. تامر طنطاوي أهلا بيك. أهلا بحضرتك. احنا كل سنة يعني إيه بنتفائل وبنتباشر بيك مع اللحمة التحفة اللي أنت بتجيبها لنا يا تامر. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة ومصر كلها بخير. انا بالنسبه لي يعني العيد الكبير بقى بحس بيه لما باجي اعمل حلقه مع حضرتك الحقيقه. ربنا يخليك يا شيف. يا شيف احنا النهارده بقى عايزين ستات البيوت يتعلموا ما يضيعوش حته لحمه قد كده اهو، والصغيره كده تبقى كبيره قد كده، والحاجه قد كده هتبقى قد كده وكله هيبقى زي ارجوك. ايوه توفير اهم حاجه، ده اهم حاجه عندنا. حاجه غليت ولازم نلم نفسنا كلنا. صح. خلينا نبدا الاول من اول السكاكين بتاعه اللحمه، لانه بالستات البيوت بتجي لهم اللحمه حته كبيره وكده، وبعدين فجاه هقطعها ازاي؟ تمام، هو ده بقى اول حاجه. ايه نوع السكاكين اللي المفروض تبقى عندي؟ يعني هو طبعا لو على حسب انا هعمل ايه، هو ست البيت مش في حاجات المتخصصين بيعملوها مش هتعرف تعملها ست البيت، احنا بس بنعرفهم الفكره عشان حتى لو هتقف قدام جزار او هجيب جزار في البيت تبقى عارفه يعني هنستخدم ايه. السكاكين عموما بتاعه المتخصصين صعب شويه الستات يستخدموها في البيت، بس احنا برضو هنديهم المقاسات. يعني انا عايز اقطع بفتيك غير لو عايز اقطع كباب حله غير لو عايز اطلع حته عظمه من اللحم. فاحنا جايبين للناس المقاسات بتاعه السكاكين اهي. بس يعني سهلها على ست البيت برضو، انت عندك السكاكين الاصيله بالظبط. ما احنا مش عايزينهم برضو عشان الناس نمشي حالنا ازاي بالظبط. يعني ما نحاولش نسن برضو السكينه بتاعه الجزار لان هي بتبقى خطر شويه لو جت في ايد حد. الحاجه الثانيه ان انا لو هوضب لحمه يستحسن ان انا اجيبها جاهزه على التقطيع من الجزار. لا ما انت مش هتجيبها، انت بتذبح تحت واللحمه بتطلع لك فوق. الجزار حضرتك اللي بيقطع بيذبح لك وبيجهز لك، بيجهز لك عضل على الاقل زي كده. سالي بصي، يعني احنا عايزين تامر يقول لنا ايه نوع السكاكين ولا نسنها ازاي بالزبط. لما بنبقى في السكاكين العاديه تمام بتاعتنا تمام. مش بس في العيد. حلو. احنا عايزين نعرف طول السنه نعمل ايه مع سكاكيننا علشان تبقى قريبه من سكاكين الجزار. في سنان في يعني احنا الناس الجزارين عموما بتودي المعدات دي، عندي ناس متخصصه في السن بنودي السكينه السن عنده، بس بنقول له ما نخليهاش حاميه قوي زي بتاعه الجزار، انا هستخدمها ست بيت لان ده سلاح غير ده هيعور الست لو اشتغلت بيه. عموما احنا لو عايزين نوري للناس بتبقى السكاكين مقاسات زي كده، لو عايزين نقطع بفتيك دي مثلا السكينه بتاعت البفتيك او الستيك بتبقى مقاسها تقريبا 31 بتبقى بالشكل ده عشان تديني شريحه الاسكالوب او الستيك مظبوطه. لو انا عايز اقطع لو عايز اشفي بستخدم سكينه زي دي كده، دي سكينه تشفيه بتبقى صغيره لان العظم بيبقى فيه تفاصيل محتاج السن الرفيع ومحتاج ده لست البيت بقى. يعني لو عايزه بقى تتعلم او تجرب وزي ما قلنا احنا عايزين نوفر في اللحمه السنه دي لان الحاجه غاليه. فنجيب لو عايزه نشفي هنجيب سكينه التشفيه بالشكل ده كده، دي اصغر حاجه في السكاكين. لو عايزين بقى بنقطع ضاني بنجيب سكينه تقيله شويه ودي برضو بتبقى بالشكل ده كده. اشمعنى علشان الضاني فيه خطر في البيت يا خطر. ده اللي احنا عايزين نقوله على الحر كمان دي ما انصحكش بالظبط مش حاجه كويسه. لا فدي المقاسات بتاعه السكاكين عموما. بس ليه الضاني سكينتها مختلفه؟ عشان الضاني بتقطع في الاغلب بالعظم فلازم يبقى معايا سكينه تقيله عشان لما ينزل على العظم يكسره. ده ضاني متقطع ده دي ريش ضاني الله معموله على شكل تاج كمان هندلع يا اخي يا اخي. يعني بنحاول ننوع الاكل ما يبقاش بناكل الاكل بطريقه واحده. الريش ناكلها مشوي او كنا كلها في الفرن يبقى عندنا كذا طريقه يعني. يا شيف اهلا يا فندم. قول لنا بقى قول لنا يا سالي ايه بقى اللي هتحضره لنا؟ هنعمل ايه النهارده؟ احنا النهارده هنعمل اصناف، هنعمل فته بالزبادي. فته بالزبادي دي مش مصري. بص لا مش مصري دي لبناني. مش مصري دي لبناني. يعني ايه دي اسمها ايه؟ فته بالزبادي. فته دي مش مصري اللي بالزبادي. او نعرف حاجه جديده شامي عشان بس احنا فتتنا معروفه. لا فتتنا بتبقى عيش بلدي، دي بتبقى عيش شامي الثانيه بالصلصه دي بصوص الزبادي. ايوه فاهم حضرتك قصدي؟ وهنعمل لحمه بالبصل طاجن. حلو قوي. تمام ده بياخد فيه بطاطس بياخد فيه كوسه تحتيه ارضيه لسان عصفور. الله عشان الناس يبقى وجبه متكامله. ده طاجن لسان عصفور باللحمه. باللحمه بالظبط كده. يا سلام تبقى احلى اي حته لحمه بقى. بصي حضرتك بقى انواع اللحمه مختلفه كل اكله ليها التقطيعه بتاعتها يعني وليها اللحمه بالبصل ناخد لها لحمه ايه؟ موزه مثلا؟ موزه حلوه وش الفخده حلوه. اللحمه الانتركوت لما بتتعمل شرايح بتبقى جميله جدا. بتبقى حلو. بس كان بيكلمنا الشيف محمد عن الرقاق. لا الاول الفته. ايه احلى حته لحمه من اللي انت جايبهم لنا دول يا تامر تبقى حلو قوي في الفته؟ هي الفته عموما بتحب حته لحمه تكون فيها سن الدسم بسيطه عشان طعمها وطعم الشوربه. فبيفضل ان احنا نعملها من السن ده اللي هو
العمود الفقري بتاع الحيوان، او ممكن نعملها من الانتركوت، او ممكن نعملها من الدوش. وبرضه في الاخر دوش. انا بفتكر ان الدوش دي حته مش حلوه قوي. لا، الدوش دي حضرتك في العالم كله من اغلى قطع اللحمه ومن العضل المميز جدا والمعروف اللي بيتعمل منه البريسكت، دي اكله مشهوره جدا وترندي دلوقتي. فلا، الفكر اتغير، وهو عموما الاماكن اللي فيها نسبه دسم عاليه في الحيوان هي اللي بيبقى دايما طعمها حلو. يا شيف محمد، انا دايما نفكر احنا انه في الفته ناخد الرقبه بتاعه الخروف ونعملها. ده ده لو في الضاني بقى. في الضاني احنا طبعا في عيد الاضحى اللي جاي ده. طبعا الرقبه الضاني بتبقى حلوه جدا في الفته. مش كده في الفته؟ طبعا طبعا. طيب شايف عمر هنعمل ايه؟ خلينا نبدا بقى على طول عشان الناس تبتدي معايا. طيب ماشي، نبتدي الاول باللحمه بالبصل عشان هتاخد وقت شويه. اوكي تمام ماشي. انت بقى عندك ايه؟ لحمه بالبصل برضو لو حضرتك حابب تختار قطعه معينه من هنا تبقى مناسبه معاك. عايز ايه؟ انا وجهه نظري ان مثلا في عضله زي دي اسمها الكولاطه. الكولاطه دي بتبقى حلوه جدا، من الحتت الناعمه جدا، تبقى حلوه لو هنعمل كباب حله او لحمه في البصل. من اي حته دي الكولاطه؟ دي الفخده، جزء في الفخده. غير اللي اسمها ايه؟ الكوستاليتا. الكوستاليتا دي هي الانتركوت. جزء من الانتركوت اللي هو اول جزء الانتركوت اللي هو الاربع ريش اللي فوق. وهي كلها مسميات بس. مسميات في مختلفة في ثقافات ولغات مختلفة بس. أوكي. لكن الكوستاليتا هي الانتركوت، هي اللي بيطلع منها نفس القطعة اللي بيطلع منها الريب اي، نفس القطعة اللي بيطلع منها الامريكان ستيك. والريش مش كده؟ الكوستاليتا احنا افتكر دايما الكوستاليتا هي الريش. لا، الكوستاليتا هي الاربع اخر اربع ريش بس. أربع بقيت الريش. بقيت الريش اسمها السن. لا بصي، معانا الخبير بقى اللي عارف تفاصيل التفاصيل. اللي هي دي هي ممكن نوريها للناس. معلش انا همسك اللحمه من غير جوانتي بقى عشان انا مش لابس جوانتي. جي اي جي دي اللي احنا بنقول عليها الكوستاليتا او بيت الكلاوي او الفور ريبس. بس بيت الكلاوي دي مش موجوده في الخروف. موجوده في الخروف، موجوده برضه، موجوده. ما هو العضل واحد في اي حيوان. احنا بس عايزين الشيف محمد لو هيشتغل. يلا انا هستاذنك بس اديله اللحمه اللي هيشتغل بيها. طب انت هات لنا بقى الحته هنا عشان احنا لو سمحت. احنا عندنا هنا ده طبق كده فيه كذا حاجه. ده انتركوت، ده فيليه. ده الفيليه، ودي قطعه السن. لو هنعمل فته يفضل قطعه السن اللي هي اخر الريش. اتفضل شيف. ماشي، دي اخر الدوش. اخر الريش. الريش بص حضرتك الدوش فين؟ الدوش الجزء ده، الجزء ده فوق. الريش اهي. صح، هو سبحان الله ربنا خلق الحيوان العضل متفصل، كل جزء عضله متفصله لوحديها، اليافها مختلفه، انسجتها مختلفه، طعمها مختلف عن العضله الثانيه. وكل عضله ليها تسويه وليها يعني القطعه بتاعت البفتيك ما تنفعش مثلا من الدوش، لازم تبقى وش فخده او سمانه. ما ينفعش مثلا اعمل للفته من وش الفخده، لو قطعتها مكعبات كبيره هتبقى ناشفه. لكن انا بحاول اوظف بقى كل حاجه ليها حاجه. احنا قلنا خلاص دلوقتي بالنسبه للخروف هناخد الرقبه نعمل بيها الفته، لكن لو عايزه اعمل زي ما قلت لي سكالوب ولا بوفتيك. تمام. بتقولي مش ليها قطعيه البوفتيك ده او السكالوب؟ ما تبقاش النسيج بتاع اللحمه بالطول. بص حضرتك، قلتي معلومه مهمه جدا، هستاذنك برضه نوضحها ونتكلم في تفاصيلها للناس. يا ريت والله. دي عندنا وش الفخده اهي. دي اكتر عضله، اكتر عضله ينفع نقطع منها اسكالوب ليه؟ او بوفتيك. او ستيك لو عايزين ستيك احمر خالص. لانها عضله متجانسه شكلها واحد، لما هاجي اقطعها شرايح هتديني شرايح شكل بعضها. الحاجه الثانيه ان اليافها ماشيه بالطول اهي. بالطول ده بيخلي الحاجه تبقى جامده وناشفه. برافو على حضرتك. صح جدا. طب انا هعالج دي ازاي؟ ازاي بقى؟ انا هعالج دي بان انا كراجل متخصص او اي حد بيقطع اللحمه بيقطعها عكس النسيج. النسيج ماشي كده. ايوه. لو انا جبت سكينه قطعت كده النسيج زي ما هو، هاجي اكل اللحمه النسيج طويل هيشد، فلازم اقطع عكس النسيج كده. بص حضرتك، ده النسيج ماشي كده اهو، لازم اقطع كده بالعرض كده. يبقى انا موتت النسيج، لما اجي اشوف كل حته لحمه ما بقاش خلاص فيها انسجه. احنا عايزين حته يا شيف محمد. نعم. وانت واقف تتفرج علينا. انا هخلص خلصت تقطيع. امك لا اله الا الله. لا لا لا، احنا قطعنا اللحمه وزي الشيف تمام قال ان لازم التقطيع تبقى عكس ال عكس النسيج. قطعناها خلاص اهوت. هنعمل بقى ايه في اللحمه؟ تمام خلاص. دي تستوي بسرعه؟ دي هتستوي وتاخد وقت. هتاخد وقت شويه عشان تسليق. تمام. فادي اللحمه اهي، هنحطها، احنا مجهزين عن الميه بتاعتنا. دي ايه بقى اللي بتعمله ده؟ دي اللحمه اللي هتعمل بيها الفته. دي اللي هتعمل فيها الفته. شوف انت الحته دي بكام؟ الغدا يا شيف محمد المخرج عايز ورينا على اشباع بقى، خلي الناس تشوف. احنا ده هنا، ده احنا عملنا هنا. انت حطيت ايه؟ ميه سخنه. ميه سخنه. ميه سخنه عملنا فيها البوكيه جرانيه، ده عباره عن بصل وجزر وكرفس وسن الطماطم صغيره.
ايوه تمام. بعد كده بتبقى بتغلي، بعد كده نحط اللحمه فيها ونسيبها تستوي. انا بفتكر كنا لازم نشوح اللحمه الاول نديها صدمه. لا أنا كمان. لا في السيلي لا في جي لا في لا جي جي دي هتبقى للفته، دي هتبقى للفته. احنا بندي للحمه صدمه لو هنعمل حاجه على الجريل او هنشويها. بنبقى محتاجين ان دي اللي هنعملها صدمه. لازمتها ايه؟ ان انا بدي حته اللحمه صدمه، فبقفل الانسجه من بره تحتفظ باللحمه وبالميه اللي جواها فتفضل معايا جوسي. بس احنا بنعمل كده قبل ما نسلق اللحمه برده، يعني ما يفضلش لازم احمرها تحميره الاول وبعدين احط الميه. ممكن بس يفضل لو هنعمل فته بالطريقه المصريه بتاعتنا نحطها زي ما الشيف حطها كده عشان الدهون تسيح في الشوربه. احنا بنستخدم الشوربه عشان نعمل بيها الفته، فاحنا عايزين الدهون اللي في قلب اللحمه دي تسيح، والحاجات البروتين والحاجات اللي بتنزل والعصاره اللي بتنزل دي هتديني طعم في الشوربه استخدمها في الفته. ده اللي هسقسق بيها الشوربه. ادي صدمه لو هنعمل بقى الشغل الغربي، هنعمل حاجه جريل، حاجه فرن، حاجه كارفين على بعضيها. طبعا الشغل الغربي كبير جدا، الشرقي بقى وعايزين الفته والرقاق والحاجات الحلوه. في مصريين بياكلوا غربي برضه. يعني مالناش دعوه بيهم دول. تيجي نطلع فاصل. هنطلع فاصل ما بالظبط نطلع. يلا. اللحمه بحر كبير جدا 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 من المعلومات. لسه هنكمل مع تامر طنطاوي خبير اللحوم والشيف محمد عمر. فاصل صغير نرجع لكم على طول. كل حتة لحمة وليها طبخة مختلفة عن التانية، وفي العيد طبخات اللحوم ما بتتعدش. النهاردة احنا معانا هنعمل رقاق، هنعمل فتة باللحمة، هنعمل طاجن لحمة بالبصل. لكن لازم نسأل الأول الشيف محمد عمر. شيف محمد، أيوة فهمت. دلوقتي انت هتعمل لنا ايه عشان نطلب حتة اللحمة من خبير اللحوم الأستاذ تامر؟ خلي واخد اللحمة عنده هناك ومخبيها. هناخد دلوقتي نجيب اللحمة اللي هنعمل بيها كباب الحلة. كباب حلة ماشي. أوكي. ناخد لها ايه بقى؟ هو اللي يقول ايه رايك نجيب حته كولاته ولا سمانه؟ كولاته جميله. حته كولاته بتبقى طريه او تسوي معانا بسرعه. عمرنا ما سمعنا على الكولاته. انا اول مره نعرف الشوكولاته. انا هستاذنك اتحرك بقى. هي احلى من الشوكولاته. احلى من الشوكولاته. احلى من الشوكولاته. احلى من ايه؟ من الشوكولاته. يا سلام. انا هروح اقعد جنبك يا سلام. تعالي بقى. ايوه نوريني هنا. والا نخليكي تقطعي لنا. وانا هاخد سكتين وحاجتي بعد اذنك كده. هتقطع لنا اللحمه. يا سلام. معاك جوانتي يا تامر؟ معايا طبعا. طب لو سمحت تستعمله عشان احنا ناس جد. ده في جيبه تصدقي؟ مش معقوله. جاهز. تامر دايما جاهز. لا ثانيه واحده يا شيف محمد، انت بتعمل ايه دلوقتي؟ حطيت زبادي وايه؟ حطيت زبادي وطحينه بس؟ بس لا وفي حاجه سودا او خضرا. نعناع. طيب انت بتخبي علينا؟ مش بخبي. ارجوك بالتفاصيل. دي بتاعت ايه بقى؟ ده الصوص بتاع الفته. ده صوص بتاع الفتحة. هنعمل زبادي. هنعمل زبادي وطحينة. هنحط عليه طحينة خام، هنحط عليه نعناع ناشف. تمام. أو طري أو فريش يعني على حسب الموجود. طحينة على الزبادي؟ دي أول مرة أسمعها. فتحة لا صوص. دي الشامي. أيوة الشامي. ولا المصري كمان كده؟ لا الشامي. 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 ورشة ملح. رشة بعد إذنك شوفي التقطيعة كده دي كويسة؟ لو أصغر شوية. لو بلانكيت أصغر يبقى أحسن. حاضر. ملح وفلفل. ملح وفلفل. تمام. وسنة خل. وتوم. توم. توم مش يعني توم بودره مفروم ولا فريش؟ توم مفروم كله فريش. ايه الفرق بقى يا يا يا, يا شيف؟ ايوه. ايه الفرق بقى ان انا استعمل التوم البودره او التوم اللي انا دقاه؟ ده فريش. التوم الفريش احلى من التوم البودره. بيبقى احلى من وليه نكهه كده وليه ريحه يعني. اوكي. بيبقى الطف واظرف. هو برده ده ليه استخدامات وده ليه استخدامات. يعني الثوم البودره دايما بيمشي في الاستخدامات التجاريه اكتر لو هنعمل كفته عشان ما بيخليهاش تسود او كده يعني. هي كفته؟ ميزه الثوم البصل البودره انه ما بيخليش معايا اللحوم لونها يغير، البصل العادي الميه بتاعته بتخلي اللحوم لونها يسود. البودره لا. يعني كويسه البصل البودره بقى؟ لا هو ما بي... هو لما اللون لما بيغير ده ما بيأذيش اللحمه في حاجه، يعني ما بتبلها وعشان اسويها. ولكن لو احنا بنشتغل شغل تجاري فمش عايز اللحمه لونها يغير. بس عصير البصل في اللحمه او في الكفته بيدي طعم. بيدي طعم غير البودره. بس بيغير لونها. مش مهم انا لونها ولا طعمها، انا هاكلها. انا عايز اكلها يا جماعه. تمام. بتعمل لنا ايه يا شيف محمد؟ اللحمه اهيت. تمام. ايوه هنعمل بقى فيها ايه؟ نبتدي بدول حلوين قوي. دي ايه دي بقى يا شيف محمد اللي معاك؟ دي لحمه الكولوطه. تمام. كولوطه. 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 دي عضله. كولوطه موجوده في الفرده زي ما قلنا. دي هتعملها لها ايه؟ هقول لحضرتك بقى، هنحط ماده دهنيه. تمام. تبقى زيت سمنه زبده زي ما احنا عاوزين، وبعد كده هننزل باللحمه على طول تاخد الصدمه بتاعتها. اوكي. بعد كده هنتبلها. ايه بقى؟ فلفل. فلفل. ملح. ايوه. بهارات لحمه. بهارات
فيها بص طيب، فيها حبهان بس كده، بس كده مهارات لحمه الصدمه بس فيه. لسه هنحط بيت الحاجه وبتتبل وانت في الحله مش بتتبل بره. لا هي كلها مع بعض هنا كده. اوكي تمام. دي الكولاطه كده اللون بتاعها بيبتدي يروح. اها تمام. بعد كده نجيب بصل. هل دي دي كباب الحله ولا حاجه كباب تانية؟ حله. اه دي كباب الحله. تمام. انا كنت فاهمه ان كباب الحله بيتعمل اكتر بالثوم. لا بالثوم اكتر من البصل. ايوه كده نحط عليها بصل مفروم. بصل مفروم. ما هي دي لحمه بالبصل، هي قطعيه اللحمه كباب حله ودي كانت لحمه بالبصل. اه اوكي. يا ده بصل كتير قوي. ثوم. ثوم. بتعمل لنا ايه؟ بتقطع ايه يا كامل؟ انا بقطع حاجه اسمها ريب اي، كنت بستعد يعني لاي سؤال لحضرتك الصراحه. ريب اي. دي ريب اي زي ما قلنا بتقطع من الكوستاريكا اللي قالت عليها استاذه والانتركوت، تقطيعه كده تقطيعه غربيه حاجه كده قريبه من الامريكان ستيك. دي بتتشوي. دي مش دي بتتشوي او بتتعمل جريل. والتاني ده ده عرق الفيليه اللي كلنا عارفينه اللي بيتقطع برده شوي. بنفس الطريقه دي كده. دي اطرى حته لحمه في الحيوان. بتعمل فيليه مينيون، تتعمل شوي، ليها حاجات. ممكن تدخل معانا الفرن. اوكي. طب انا عندي سؤال، في الانتركات او اللي هي الكولاطه لازم يبقى فيها حته الدهن دي ولا ممكن تتشال؟ لا ممكن تتشال. هي حته الدهن دي عموما على فكره بتدي طعم، حتى لو انا ما بحبش الدهن ممكن اسوي بيه اللحمه وبعد التسويه ارميه عادي. لا ما انا بفكر فيها انه بيتخن. ماشي لو لو الدهنه فتفوت الدهنه كده هتخني كده. يا شيخه حرام عليك، صحيا يا شيخه حرام عليك. دي شالي دي هتجيب لنا شلل، حاله شلل. ما هي الحاجات الدهون والحاجات دي هي اللي بتحلي الاكل. شوف هي روحها ايه وتقول لك هيتخني. يعني انا عايز اسالك الريب اي والفيليه. اه حلو قوي. الله حلو قوي. ناخد حاجه ثانيه نقطعها بعد اذنكم برضه. محمد لو سمحت عايزه اللحمه بقى اللي انت سلقتها دي اللي بتسلقها. اللي بتسلقها بتاعت الفته. لسه طبعا. دي لسه قدامها شويه. لسه ما استوتش. لسه ما استوتش. اه طب اوكي. احنا دلوقتي لسه مش لازم اجيب بريستو يعني واحطها فيه واضغط اللحمه. مش مستاهله قوي يعني. مش مستاهله. اصل ما فيهاش عظم، مش كواع، هي فيها عظم جامد عشان تاخد فتره اطول يعني. تمام. بعد كده احنا هننزل بالميه. اوكي. بعد ما اكون شوحتها بقى. بعد ما شوحتها وتبلتها واديتها الحاجه كلها. انا اللي اعرفه ان الحاجتين اللي على النار دول بياخدوا وقت كتير جدا على النار. هنشوف. مش هيستووا. ده بيتحدث. يعني حتى لو ما استووش ممكن نوري للناس بس. طب حضرتك من خبرتك. لا مش للدرجه دي، مش لدرجه الشيف محمد. لا يعني لا قصدي انه هتقعد 10 دقائق على النار تستوي اللحمه. لا لا ما هو مش هيمشي 10 دقائق. دلوقتي هنسيبها عشان تستوي تمام؟ ماشي. لما هتبتدي تقرب تخش في السوى هنزود عليها بطاطس وكوسه. اوكي. تمام؟ تمام. لا ولسه لسه لسه يا شيف محمد لو سمحت الرقاق مهم جدا تحكي لنا عنه. العجينة ان شاء الله حتى تحكي لنا. الرقاق ده حاجه سهله قوي تمام. هو عباره عن دقيق وملح وميه تعجنوا مع بعض. بنكورهم كوره كده تمام، ونقسمها حتت صغيره بالمردانه زي البيتزا، زي ما بنفرد البيتزا كده تمام. هنقعد نفردها نفردها لغايه تبقى رقيقه جدا. وبعدين الرقاق طريقتين، في الطري وفي الناشف. لو احنا عاوزين الطري تمام هنحطه في الصاج ندخله الفرن حاجه بسيطه ويطلع على طول، يبقى عامل زي العيش الصاج كده اللي بنشوف ده. لو هيبقى طري يبقى شكله عامل زي ده. بس انا مش اسهل ان احنا نشتري الرقاق ده من بره جاهز؟ والله كل حاجه بقت غاليه، فدلوقتي احنا بندور نشوف نعمل ايه في البيت نعمله يوفر معانا. هيوفر لو عملته في البيت. اه طبعا. اوكي. يعني مثلا كيلو دي ستات بقى لازم شويه تبتدي يعني تتحرك يعني، وبعدين انت شاطره هتبقى ست شاطره طبعا. اه وكل حاجه بقت موجوده وبعدين دلوقتي سهله يعني. كل حاجه بتتعمل في البيت جداً. بتبقى حلوه وبتبقى جميله ونعود نفسنا نشتغل بيها. تغلبوا على اي مشاكل بتقابلنا. تغلبوا عليها يعني. ما هو لازم نعيش يعني، احنا لازم كمان نتحرك. مش لو حطيناها حاجه بسيطه يطلع طري زي ده. طب ايه الفرق في الطبيخ بقى، صينيه الرقاق اللي معموله من الرقاق الطري وصينيه الرقاق اللي معموله من الرقاق الناشف؟ امتى استخدم ده امتى استخدم ده؟ على حسب بقى كل معده وليها اللي يناسبها. ما انا مش فاهم ان ده بيحصل يعني. مثلا انا بحب الرقاق مقرمش من بره ويبقى طري من جوه. يبقى الناشف. يبقى الناشف. يبقى الناشف ده ما يحصلش في ده ما يحصلش فيه، يبقى طري. اه كله بيبقى طري. كله بيبقى طري. اه طب قول لنا الرقاق يعني، انا دلوقتي عايزه اقول ايه، هستغنى دلوقتي عن الرقاق اللي هعمله في البيت، انا جايبه رقاق من بره. تمام. هعمله ازاي صينيه وتبقى يعني الناس تحكي وتضحك عليه؟ جميل. هنجيب عندنا اهم حاجه البيون اللي هو الشوربه. شوربه. تمام. هتبقى شوربه كويسه ولازم تبقى سخنه ويبقى عليها حته زبده. تمام. وسخنين وتبقى متبله وكلها تمام. بنجيب الرقاق بننزله فيها. نبله. تمام. في الشوربه. في الشوربه. بعد كده بيبقى عندنا الصينيه بنحط فيها رقاق.
بعد كده نعمل ارهاء الثاني، بعد كده ارهاء الثالث، بعد كده بنجيب اللحمه المفرومه بتبقى متعصجه، متعصجه واخده بهاراتها وكل حاجه، بنفرشها فيها وبعد كده نفس الموضوع ثاني. تمام؟ ارهاء اخده ابله واحطه فيها، ابله واحطه فيها، وبعد ما اخلص خالص اجيب شويه شوربه واسقسقها من فوق. خلاص انت حطيت معلقه السمنه في الشوربه، مش كل حاجه السمنه هي كل حاجه خلاص عندي في الشوربه. ايه ده من اسهل ما يمكن. كل حاجه عندي ده لازم هعمل، انا ما بعرفش اعمل سيرين رؤية بس فعلا هعملها، ده من اسهل ما يمكن. سهله جدا. مفيش اسهل من كده. تمام. وبعد كده اهم حاجه بقى خليها في الفرن تقريبا حوالي قد ايه يا شيف محمد؟ لو درجه الحراره 180 في خلال ربع ساعه. كم؟ ربع ساعه. ربع ساعه يطلع لي صينيه رقاق حلوه. بس اهم حاجه ان احنا بعد ما يعني نحطها كلها في الصينيه بايدينا كده بالسيف بتاعنا، نقعد نقفلها بعد ما نسويها في الفرن. لا قبل ما تسويها. قبل ما اسويها. نقعد نقفلها وناخد بالنا يبقى ملمس ايدينا حاسين ان هو فيه ايه، شويه شوربه، شويه مندي، عشان ما تبقاش ناشفه. صح، في فرق بين الناشفه والمقرمشه. تمام. لو لما نعمل كده اهو تطلع معانا مقرمشه وطهيه في نفس الوقت. الله. من جوه طهيه ويبقى الوش من بره ايه ناشف. واقطعها قبل ما ادخلها الفرن ولا بعد؟ لا 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 بعد ما تطلع. بعد ما تطلع. بعد ما تطلع. لا اما نقطع التقطيع العاديه اللي هي السمبوكسه. تمام. لا اما نقطعها مثلثات. ليه مش قبل ما ادخلها؟ لو كنا هنسقي بيض ولبن وكلام من ده تحط عليها هنقول احنا محتاجين نفتحها من جوه عشان اللبن والبيض يخش فيها، لكن دي مش محتاجه لان فيها لحمه من جوه، فاحنا عايزين اللحمه تبقى موجوده مستويه تستوي بسرعه. فهتستوي بسرعه ازاي الا لما تكون مقفوله. كويس، حلوه قوي دي صينيه الرقاق دي، فكره عبقريه اللي انت قلتها لنا، بسيطه جدا. بسيطه جدا، كنتش عارفه انها للدرجات. تامر انت بتعمل ايه؟ انا بجهز كده عضله السمانه. عضله السمانه فصلناها نوريها للناس برضو عشان برضو الناس تفهم يعني ايه تقطيع. العضله كانت عضله واحده اللي هي كانت قدامك قطعه كبيره مدوره، قسمناها شلنا كل الاغلفه اللي حواليها، الحاجات اللي بتشد وبتضايق في التسويه. العضله الواحده طلعت لنا كام قطعه بقى؟ طلعت لنا 3 قطع. دي بقره كبيره. لا هو العضله الواحده في الحيوان دي لحمه ايه؟ بكذا حاجة. معلش كان لحمه كندوز. كندوز يعني ايه؟ بقره ولا بقره؟ بس ولا بقره جموسه متوسطه العمر، بقر ذكر بقر سنه اقل من سنه ونص سنتين. ده اللي واحد مسميه الكندوز البقري. دي سمانه واحده بس؟ دي سمانه واحده طلعت معانا كذا حاجه. اوكي. ما هو العجل الكبير وزنه من 400 ل 500 كيلو ما شاء الله، فطبيعي السمانه تبقى حوالي 6 7 كيلو. السمانه دي مش هي اللي بيطلع منها الموزه؟ لا هي فيها جيلاتين شويه زي الموزه. بس هي حته لحمه لما بتتنضف خالص ممكن تقطع ستيك، ممكن تقطع بيكاتا، افضل حاجه ليها البيكاتا، ممكن تقطع شاورما، ممكن تقطع. انا كنت اعرف ان البيكاتا لازم نعملها بالبتلو. ما هو حضرتك ما بقاش فيه بتلو. بتلو ممنوع ده. ممنوع صح. فاحنا بنشوف بدايل السمانه. الكندوز او البقري هي اقرب حاجه للبتلو، وبتطلع طريه زي البيكاتا اللي بالبتلو. احنا لو قطعنا اللحمه صح وسويناها صح وتبلناها صح لازم تطلع حلو. طب انت قطعتها صح دلوقتي الشيف في محمد هيقول لنا نسويها ازاي صح البيكاتا. انا عايزه اسال بيعمل حاجات من ورانا. انا حتى ولا حاجه لسه حتى العيش والرز. ايه بقى عملت ايه بقى هنا؟ شكله هياكل الفته من ورانا. انت عمال تلغي وهو بيشتغل في الخباز. يعني هو واقف جنبي انا عارفه. اول مره اشوف فته بالطريقه دي. استنى بقى عملت ايه دلوقتي؟ احنا العيش الشامي متحمص تمام وقطعناه خلاص حطيناه في الطبق. بعد كده الرز المصري بتاعنا العادي بتاعنا. ماشي. رز ابيض. رز ابيض مصري عادي. العادي بتاع كل يوم. هحطه عليه. تمام. انت كده بتعمل الفته خلاص. بعمل الفته. بس اللحمه لسه ما استوتش لا يمكن. اللحمه هتبقى على الوش فننجز وقت. ناخد بقى تاخد وقتها شويه. مفيش اي حاجه بتسقسق بيها لا ولا؟ طبعا لازم اسقسق. ما انا بقول بس لسه السقسقه ما بقتش. كمان. دي عكس المصري بتاعتنا، المصري احنا بنعمل العيش البلدي ونحط الطش على طول والشوربه وكلام من ده، هنا لا فيها تكنيك. ايه بقى؟ بس انا مش هسيبك تمشي يا شيف محمد الا لما تقول لي البلدي بتاعتنا كمان بنعملها ازاي. عيني الاثنين. ان شاء الله حتى تقولها لي بعيدا عن الشاشه. حاضر. لكن يعني فعلا الفته بتفرق. الدقه اللي بيقولوا عليها بتاعتنا. احنا كده زي ما قلنا عملنا العيش. انا بعمل فته حلوه قوي. والله طب قولي لي. عملنا العيش خلاص حطينا عليه الرز معانا البيون بتاعنا. والله بعمل فته مصري انا ملكه الفته. بتعمل ايه ده؟ ايه ده بقى؟ ده البيون الشوربه. دي شوربه. ده الشوربه تمام. بسقسق عليها كده بس من فوق. انا اللي يهمني ان العيش يبقى تحت. انت احنا عايزين عيش مقرمش. مقرمش مش عايزينه طري زي الفته المصريه. ايوه تمام. فبس يا دوبك مش كتير. مش كتير حاجه قليله كده. دي بقى مرقه ايه؟ مرقه لحمه. بس انا عارفه الفته الشامي دي بتتعمل بالفراخ، بتتعمل باللحمه كمان. بتتعمل بالفراخ، بتتعمل بالارانب، بتتعمل بالحمام. فعلا. كل حاجه. عادي. كل حاجه.
احنا هنسالك بعد كده، مش هنلحق النهارده، لكن نسالك طاجن الحمام بالرز في المعمر ده. يا سلام حاجه. وبعد كده بنحط الصوص بتاع الزبادي. احنا هنقوله تاني ايه هو؟ عباره عن زبادي. اللحمه بقى في فين في منطقتها؟ في اخر حاجه على الوش من فوق، فوق الزبادي. فوق الزبادي. اوكي. هل بقى بتعمل لها اي تقليه او حاجه تحطها هي معين؟ بقى خلاص دي فيها كل حاجه. ما بتحطش حاجه من فوق الوش. ما هي دي زبادي، دي تبقى قلويه، قلويه مش حمضيه زي الفته المصري بتاعتنا. يعني فته الفراخ احنا متعودين بنحمر الصنوبر في شويه زيت ونقوم حاطينها من فوق الوش كده. ده جانش، الصنوبر ده بيبقى جانش. بلاش بقى ممكن ما نحطوش، بس احنا مش عاوزين الحاجات الغاليه دي. شامي احنا، هم عندهم صنوبر احنا ما عندناش. في بلادهم، في بلادهم بالصنوبر. ايوه بالظبط، عندهم موجود، احنا مالنا؟ احنا مالنا. بنغطي الزبادي بالرز كده. انا مش عارفه تامر بيعمل ايه بصراحه. انا شغال والله، بحاول اوري للناس تفاصيل العضله بتاعه الحيوان. ان احنا عشان نقطعها صح بستغل ان هو شغال، يعني سابه بيشتغل وانا بشتغل في حاجه ثانيه. ان العضله نفسها فيها اكتر من تفصيله، فانا عشان اقطعها صح قوي قوي وما فيش اي حاجه تقابل الناس وهي بتاكلها، او جلده او غضروف او حاجه، بخش جوه العضله اشيل اي تفاصيل جوه. يعني دي مثلا قطعه كانت في السمانه اللي انت شفتوها مدوره كده اهي. القطعه دي جواها غلاف داخلي، لو انا قطعت بيه اللحمه مش هتستوي وهتشد معايا وهتضايق اي حد بياكلها، فبضطر افتحها من جوه عشان اشيل الغلاف اللي جوه زي ما حضرتك شايفه بالشكل ده. اوكي. فتبقى قطعه اللحمه كلها حمراء، حمراء ومفيش فيها حاجه تضايقني لو انا باكل اسكالوب او باكل كباب حله او اي حاجه. شيف محمد، اللي انت بتقلبها كنت دلوقتي دي كباب الحله؟ دي كباب الحله. بتحط لها شويه ميه كتيره بتديها طعم مسلوق، ولا بتعملها شقشاء زي ما بيقولوا امهاتنا زمان؟ شقشاء بشقشاء. لو هنعملها بشقشاء حاجه بسيطه، لو نكون هنعملها اللحمه بس مش هنحط حاجه تانية عليها. بس احنا هنحط عليها بطاطس، وبطاطس فيه نشا، فلما هينزل فيها ميه هتربطها مع بعض فهيدي قوام كويس. اوكي تمام. احنا كده خلاص تمام. نحط بقى البطاطس. دي كباب الحله. وشويه تانيين لما يبتدي تخش في السوى حط الكوسه. حط الكوسه اخر حاجه عشان ما تتهريش بس مني. اول مره ارى كباب حله بالكوسه. طب انا اصلا كنت متخيله ان الشقشاء بشقشاء، وبعدين البطاطس شويه اعملها يعني سوتيه، اعملها ممكن تتعمل محمره بقى، تبقى محمرة شويه تتحمر، وبعد كده تنزل اللحمه واحط البطاطس تبقى محمره مكعبات من عليها من على الوش. دي طريقه تانية. ممكن كده كمان وكده. ايوه في كده وفي كده تمام. ايه بقى الحته الحلوه دي يا تاني؟ دي بقيه السمانه. ممكن برضه لو ناس نوري ناس بتتقطع ايه. طب انت الفرق بقى، انت طلعت حتتين صغيرين وحته كبيره. كل واحده في دول هتستخدم، كل واحده في دول فعلا زي ما انت استخدامها مختلف، استخدام مختلف. طب ما تقول لنا، ما انت بتخبي بقى علينا ولا ايه؟ لا والله خالص، عمالين كل بيسلوا مننا الاسرار. بص حضرتك، الصباع اللي هو بتاع السمانه ده اللي احنا فتحناه اتنين، ايوه ده احلى حته في البيكاتا. ليه احلى حته في البيكاتا؟ والاثنين يستخدموا في البيكاتا. ما انا بقول لحضرتك الحته دي تستخدم في البيكاتا ودي في البيكاتا. اوكي. دي بستخدمها في الستيك وفي البوفتيك عشان الالياف انشف شويه. اوكي. البيكاتا بتحتاج حته لحمه طريه زي ما الاستاذه قالت ان هي المفروض تبقى بتلو، فما فيش بتلو بنشوف بدايل للبتلو. غير كده كمان الحته دي لما بتتقطع معايا كده بالشكل ده تبقى كلها شكل بعضيها وبتديني شكل الشريحه بتاعت الستيك بتاعت البيكاتا مظبوطه. الله حلو. هنقطع كله هيبقى معانا بنفس الشكل ده. شكلها حلو لما فعلا. نعمل طبق بيكاتا بعد التسويه نرص اللحمه كلها تبقى ستاندر واحد وشكل واحد. ايوه. هو بس الفرق ان احنا يعني عايزين نشتغل تدقق في التفاصيل بس. بالزبط. ان انا بدل ما اقطع اللحمه كلها في بعضيها وخليت الناس ما عرفتش تاكلها او ما عرفتش تخلط بين عضله وعضله فهو مش عارف دي حلوه ولا لا، نحاول نوظف بس كل حاجه في مكانها. صح. شيف محمد احنا قدامنا دقيقتين. دقيقتين. في حاجه هتطلع؟ في حاجه هتطلع. هتطلع؟ طب. ايه بقى دي اللي انت بتبقى؟ ده لسان عصفور. ايه دي؟ ده لسان عصفور اللي هيتعمل ارضيه للكباب حله. للايه؟ للكباب حله. لحمه بالبصل. الله، لسان عصفور معاه ونحط فوقيه اللحمه بالبصل والصوص. مش اللحمه اللي بالكباب الحله اللي بالبطاطس. هي هي اللي بالبطاطس. أيوة. والسكوسه. طب بس دي تتعمل في طاجن مش تبقى احلى؟ تتعمل في طاجن. طاجن لسان عصفور وفوقيه اللحمه والحاجات. بس البطاطس ممكن والكوسه هيتهوا فيها، فعشان كده الافضل بدل ما احنا نسويهم بره وفي الاخر نحطهم يقعدوا ثانيتين في الفرن نحمرهم. ممكن برضه. هتعمل كتاب اصول الطهي.
سالي بعد كده برضه لحمه بالبصل بقى لازم مطبوخ لك. مش عارفه اللحمه بالبصل قصده كباب الحله؟ لا هي هي قطعات اللحمه كباب حل. بس الصنف مختلف شويه عن كباب الحل. اوكي فهمت دلوقتي. معناش غير دقيقه ونص هتورينا ايه بقى جاهز يا 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 كابتن. هقول لحضرتك دي الفته، دي الفته الشام دي كده ناقصها اللحمه. مش مهم تحط عليها اللحمه، المهم ان احنا نشوف الفته معموله ازاي وعارفين ان اللحمه اتسلقت وهتتحط عليها. طيب ماشي. يا سلام دي البيكاتا يا يبلى ايه ده بقى؟ الله دي البيكاتا، دي البيكاتا اللي قطعناها من السمان. احنا ما اتكلمناش عن الفخده الضاني والزند الضاني، دول من اهم الحاجات بتاعه الوقت العيد. بتاعنا خلص. الفخده الضاني احنا عاملينها بالطريقه دي، عايزين بس نقول للناس ان احنا دي ممكن دي الفخده دي تتعمل بطريقه زي سليمه، زي ما الروستو ملفوف. عايزين يا حرفه العادل، عايزين نشوف دي. شوف ايه دي ممكن لو حد يعمل فخده سليمه، زي كلنا بنعمل الفخده في العيد سليم. بدل ما بنكسرها ونسيبها منظرها مش حلو، بنعملها بالطريقه دي. شايفها؟ انا عايزه ملفوفه. انا نفسي ملفوفه زي الروستو لما بنيجي نعمل دي فخده يا جماعه. وكمان بتتحشي من جوه حاجات، ممكن تحشي خضار سوتيه. دي على شكل الوزع، دي وزع عاملينه. يا احنا هناكل بقى من وراكم وندوق ونقرر. احنا محتاجين شوايه هنا. مفيش وقت، مفيش وقت. تامر طنطاوي شكرا ليك، جزيل الشكر على المعلومات. شيف محمد عمر مش عارفين نشكرك ازاي، ولو اننا لسه ما دقناش، لكن مضطرين 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 نقول لكم باي باي باي.